دلوقتي جه ميعاد نعرف ايه اخر المستجدات والاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وفرقنا اكيد المختلف. هنروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره وهتكون معانا هنا ابو القاسم مراسلتنا العزيزه جدا. هنا بونجور، صباح الهنا عليكي وتفضلي، اكيد احنا كلنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. لكن قبل ما نبدا بقى اخبارنا النهارده، طبعا حابه ابارك لكم يا نهاوندو ويا كريم، لان ده اول طبعا حلقه في 10 الصبح في الاهلي بعد فوزنا في مباراه القمه. يمكن انت يا نهاوند كنت توقعتي ان احنا هنفوز فرق سكور، وقد كان يعني، فاكيد ببارك لكم. بصي ايوه هنا انا كنت كاتبه 3-1، والحمد لله احنا يمكن لغايه خلاص الماتش كان فاضل له بتاع 7 دقايق ولا حاجه زي كده، وكان 3-1، بس ان احنا نجيب 4 ده كان خير يعني، اكيد شيء اسعدني، فمبروك علينا مره ثانيه الحمد لله. اكيد طبعا كلنا كنا سعداء بالنتيجه. خلونا بقى دلوقتي نبدا اخبارنا النهارده، والبدايه طبعا مع الفريق الاول لكره القدم. الفريق طبعا النهارده هيكون عنده مباراه امام فريق المقاولون العرب، المباراه هتكون الساعه 7 مساء ضمن منافسات بقى الجوله ال 34 من بطوله الدوري. يعني الفريق طبعا ما كانش عنده وقت كبير للاستعداد، يوم الجمعه خاض مران استشفائي للاعبين اللي شاركوا في المباراه، ويوم السبت اللي هو امبارح طبعا كان بقى اخر استعداداتهم لمباراه النهارده. وخليني بقى اطلعكم على تفاصيل اكتر عن المران امس. كالعاده بقى مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران. كان المران في جزء كبير تدريبات بدنيه للاعبين، واختتم بقى المران مستر مارسيل كولر بتقسيمه قويه شارك فيها جميع اللاعبين استعدادا للمباراه النهارده. بعدها طبعا دخل الفريق في معسكر مغلق، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق في المباراه النهارده. طبعا زي ما احنا عارفين انه خلاص كل المباريات المتبقيه في الدوري هتكون تحصيل حاصل، لكن بقى عشان عايزين نفضل زي ما احنا فايزين ببطوله الدوري بدون هزيمه. وكمان طبعا شفنا في قائمه النادي الاهلي عدد من اللاعبين الشباب، يعني سواء كريم الدبيس، رأفت خليل او محمد زعلوك، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يتالقوا، يعني اكيد بتكون فرصه كويسه جدا وجيده للاعبين، فبنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا الحديث عن كره القدم، معانا بقى اخبار متعلقه باختبارات الناشئين. المره دي بقى هتكون في الاسكندريه، يعني هيبدا بيع الاستمارات غدا الاثنين 17 يوليو، وهيستمر يوم الثلاث والاربع حتى نفاذ الكميه. الاختبارات برضو هتكون مقسمه على يومين، هتكون يوم الخميس والجمعه بمقر اكاديميه الاهلي بملعب مدارس بايونيرز الدوليه. اليوم الاول يوم الخميس هيكون من مواليد 2013 حتى 2018، واليوم الثاني هيكون يوم الجمعه وهيكون من مواليد 2007 ل 2010. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لمواهب كرة القدم، أكيد بيكونوا بيحلموا إن هم ينضموا للنادي الأهلي، فأكيد كل التوفيق ليهم. دي أخبار كرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، والبداية مع كرة اليد. ورجال كرة اليد خلاص بقى رجعوا مرة تانية التدريبات، بدأوا بقى طبعا في الإعداد للموسم الجديد بعد فترة الراحة، وكمان بقى بعض القياسات والاختبارات البدنية طبعا للموسم الجديد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم عندهم طبعا طموحات كبيرة جدا للموسم الجديد، فأكيد كل التوفيق لرجال كرة اليد. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة السلة، والاتحاد المصري لكرة السلة أعلن عن بدء موعد بطولة دوري المرتبط. سيدات المرتبط هيبدأوا في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ورجال الدوري المرتبط هيبدأوا نصف الثاني من شهر أكتوبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، أكيد الرجال وسيدات النادي الأهلي هما اللي قدروا يتوجوا بالبطولة الموسم اللي فات، والحقيقة أن سواء الرجال أو السيدات عملوا موسم كبير جدا، حتى أن سيدات كرة السلة عملوا موسم بدون هزيمه، يعني فازوا بجميع البطولات وكمان فازوا في جميع المباريات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وكل الفرق الرياضيه المختلفه بالتوفيق في الموسم الجديد. يعني دي اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى زي ما عودناكم خلوني انقل لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 32، يعني يمكن في ارتفاع بعض الشيء في درجات الحراره، لكن في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه للنادي. طبعا مع بقى اليوم والوقت مع الوقت يعني طبعا بتزيد اعداد الاعضاء، فتقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم النهارده. يعني دي كانت اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي معاكم. طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطيه رائعه كالعاده يا هنا، بشكرك جدا انا وكريم اكيد عليها، شكرا ليكي.